بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ولمسافة 1600 متر، اندفاع قوي للجياد نحو المقدمة في محاولة التقدم من الفيصلية وأيضا من الجهة الخارجية. متابعة ضرغام بوثيلة مع لوكا منزي، والآن ذن سيدة صبحية عوض إبراهيم في المقدمة والمركز الثاني، الفيصلية في المركز الثالث، ومحاولة قوية من قاطع من فالح بوغنيه من الجهة الخارجية، والجياد تندفع نحو المنعطف قبل الأخير. إذن ضرغام بوثيلة إلى المركز الأول مع الخيل لوكا منزي، المركز الثاني تواجد سرمت بوثيلة مع فورست والسيدة صبحية عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد، المركز الثالث الآن محاولة قوية من بلاك بيرل مع سفيان سعدي، وأيضا قاطع في المركز الرابع الفيصلية أيضا ومحاولة قوية من لوسيل ورونان توماس من الجهة الخارجية. الجياد عند الانعطاف الأخير في آخر 700 متر، حتى الآن محمد خالد الأحمد في المقدمة والمركز الثاني كذلك من الجهة الخارجية، تحركات جميلة من قاطع ومحاولة قوية من فالح بوغنيم، فالح بوغنيم ومحاولة هنا هو الخط المستقيم، وآخر 400 متر في هذا الشوط قاطع وبلاك بيرل، تحركات جميلة أيضا من لوسيل التريان من خلال الرمزاني، محاولة قوية من رونان توماس من الجهة الخارجية، بلاك بيرل إلى المركز الأول والصدارة، عبد اللطيف حسين زين العمادي إلى المركز الأول، لوسيل من الجهة الخارجية، الجريان في الريان إلى المركز الثاني، محاولة قوية إلى المركز الأول، لوسيل إلى المركز الأول. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، لوسيل هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة لهذا الشوط، الشوط السابع رقم واحد في الصدارة المدرب هادي الرمزاني ملك السادة مربط الجريان والخيار رونان توماس، في المركز الثاني رقم اثنين بلاك بيرل المدرب إبراهيم المالكي ملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي والخيار سفيان سعدي، في المركز الثالث رقم ثمانية أبها المدرب هادي الرمزاني ملك السادة مربط الجريان والخيار إدوارد وبدروزا، رابع المراكز لرقم سبعة شامان بوثيلة للمالك والمدرب السيد إبراهيم المالكي والخيال توماس لوكاسك، وأخيرا في المركز الخامس رقم أربعة في هذا الشوط مسيطر المدرب زهير محسن ملك السادة مربط إنجاز والخيال ألبرتو السنة. تهانينا لكل الفائزين في هذا الشوط بانتظار آخر شوطين في هذا المساء وكأس لوسيل في الشوط الختامي بإذن الله، فابقوا معنا.